نشاط الأخبار الرئيس، أهلا بكم في البدء أبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد. وضمن الأشغال المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية وإعادة تنظيم نهاية السنة الدراسية الجارية. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يبحث مع ناظره التونسي في مكالمة هاتفية إمكانية التعاون العلمي المشترك بين الأخصائيين للتصدي لجائحة كورونا. الفنان إدير في ذمة الله، ورئيس الجمهورية ينعي رحيله ويؤكد أن الجزائر تفقد هرما من أهراماتها، واصفا إياه بأيقونة الفن الجزائري. في اليوم العالمي للصحافة، الوزير الأول عبد العزيز جراد يهنئ الأسرة الإعلامية ويجدد التزام الحكومة بالمبادئ الأساسية لحرية التعبير. وبالمناسبة، وقفة عند جهود التلفزيون الجزائري في تنوير الرأي العام بالمعلومة الصحيحة. اللواء سعيد شنقريحة غدا في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار. ١٩٩ حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ارتفاع الحالات المتماثلة للشفاء إلى 1936 وتسجيل 4 وفيات جديدة. تفاصيل الأخبار، أهلا بكم من جديد. في المستهل، اجتمع مجلس الوزراء اليوم تحت رئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بتقنية التواصل المرئي عن بعد. استهل مجلس الوزراء أشغله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول حصيلة نشاطات الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، ثم ناقش عرض وزير المالية الخاص بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية. وعلى ضوء ذلك، أقر مجلس الوزراء ما يلي: رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها. إلغاء الضريبة على المداخل التي تقل أو تساوي 30,000 دينار اعتبارا من الفتح جوان القادم. رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بزيادة 2000 دينار ليصبح 20,000 دينار، وهذا اعتبارا من الفاتح جوان القادم. إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة، واعتماد اقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي. وبعد ذلك، طلب السيد الرئيس استكمال النقاش حول قانون المالية التكميلي في الأسبوع القادم حتى يتسنى إثراء وتعديل المشروع التمهيدي بشكل أفضل. بعدها درس مجلس الوزراء مراسيم رئاسية قصد التصديق عليها والخاصة باتفاقيات دولية أبرمتها الجزائر مع كل من جمهورية كوبا في قطاع الصحة في 30 جونفي 2018، وجمهورية الهند في مجال العلوم والتكنولوجيا في 19 سبتمبر من عام 2018، وكذلك مذكرات تفاهم في مجال الفلاحة مع كل من جمهورية تركيا مبرمة بتاريخ 26 فبراير من عام 2018، وجمهورية إستونيا ثم تم التوقيع عليها في 23 جوان 2019، بالإضافة إلى وثائق المؤتمر 26 للاتحاد البريدي العالمي في 6 أكتوبر 2016. كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمى تيمسيت الكتلة 210 بولاية إليزي، والمبرم في 9 مارس 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات والشركة الوطنية سوناتراك وشركة إيكيفور ألجيري بي اف. وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض وزير التربية الوطنية حول وضعية القطاع الذي تأثر سيره بجائحة كورونا ونتائج المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين لإنهاء السنة الدراسية. وفي هذا الشأن، قرر مجلس الوزراء بعد نقاش معمق، قرر تشكيل لجنة تحت رئاسة الوزير الأول مؤلفة من وزراء التربية الوطنية،
التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين. تتولى اللجنة تقديم الاقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة، وسيتخذ القرار النهائي حولها يوم الأحد القادم أثناء اجتماع مجلس الوزراء. ثم قدم وزير التجارة عرضا يتعلق بالمنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية والفلاحية في ظل تفشي جائحة كورونا، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. وتهدف هذه المنظومة إلى خلق بنك معلومات لتشخيص كل الفاعلين في ميادين إنتاج وتوزيع المواد واسعة الاستهلاك وتحديد القدرات الإنتاجية وتنظيم نطاق التوزيع وضمان متابعة دورية لمستويات التخزين على المستوى الوطني بالنسبة للقطاعين العام والخاص. وفي تدخله أثناء السيد الرئيس على هذه المنظومة الرقمية معتبرا إياها خطوة أولى على الطريق الصحيح لبناء اقتصاد وطني عصري، وحتى على الحرص على تحيينها حتى تعطينا صورة حقيقية عن القطاع بالأرقام المضبوطة في كل وقت، ودعا إلى تعميمها على كل القطاعات في عموم التراب الوطني. وفي السياق ذاته شدد السيد الرئيس على أن الرقمنة والاستشراف عاملان أساسيان للخروج من دائرة الإحصائيات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي وحديث ولا على الشفافية في المعاملات الاقتصادية، بل إنها تشكل عرقلة حقيقية في وجه التطور الاقتصادي وهدرا للجهد والموارد. وألح على أن العصرنة حتمية للنهوض باقتصاد وطني فعال كما نصب إليه، وهي خيار استراتيجي للدولة ولا بد من تنفيذه حالا. وتناول آخر عرض ناقشه مجلس الوزراء تناول برنامج إعادة بحث جهاز دعم تشغيل الشباب أونساج من خلال برنامج ريستارت ألجيريا الذي قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، والذي يعد بمثابة خطة وطنية تنموية تكون محركا للتنمية الاقتصادية الشاملة وتسمح بإعطاء صورة أكثر وضوحا حول وضعية المشاريع المدعمة من قبل جهاز الدعم والتشغيل منذ تشكيله لغاية نهاية السنة الماضية، وعددها حوالي 400 ألف مشروع بمبلغ 334 مليار دينار. لدى تدخله ذكر السيد الرئيس بدور المؤسسات بأشكالها المختلفة في الدفع بعملية الإنعاش الاقتصادي لبناء الجزائر الجديدة، وقال بأن الوقت لم يعد لرسم الآفاق وإنما لتقديم النتائج. هنا ألح على التخلص من الأساليب البيروقراطية التي تكبل الإرادات والمبادرات حتى يتسنى الإسراع في تحديد إجراءات الاستفادة من الصندوق الخاص لدعم المؤسسات الصغيرة والناشئة، ودعا إلى المزيد من التنسيق بين الدوائر الوزارية المعنية بملفات الرقمنة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والمؤسسات الناشئة. وفي نهاية الاجتماع أثار السيد الرئيس رئيس الجمهورية مسألة الفلاحة ملحا بصفة خاصة على الإسراع في تشكيل ديوان للفلاحة الصحراوية فورا لاستصلاح ملايين الهكتارات الصحراوية لتطوير الزراعة الصناعية، كما طلب من الحكومة الشروع في الدراسات اللازمة لتشكيل وكالة وطنية للطيران المدني ووكالة وطنية للطاقة ووكالة وطنية للابتكار إلى جانب الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كما وجه الوزير الأول بالشروع من الآن في التحضير لعقد الثلاثية المؤلفة من الحكومة والنقابات وأرباب العمل، وهذا خلال الأسابيع القادمة. وقبل رفع الجلسة وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية. انتهى بيان مجلس الوزراء. تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء أمس مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، تبادلا خلالها المعلومات حول تطور الوضع الصحي في كلا البلدين الشقيقين وإمكانية التعاون العلمي المشترك بين الأخصائيين للتصدي لجائحة كورونا فيروس. الرئيسان استعرضا أيضا العلاقات المتميزة القائمة بين الجزائر وتونس. كما ورد في العناوين انتقل مساء أمس إلى رحمة الله الفنان الكبير إيدير بأحد مشافي العاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 71 عاما. إثر هذا المصاب قدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعازيه في وفاة الفنان الجزائري إيدير، مشيدا بمكانته الفنية في الجزائر وموسيقاه العالمية.
وكتب رئيس الجمهورية على موقعه الرسمي على تويتر إثر تلقي خبر وفاة إدير: ببلغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المرحوم حميد شريط المدعو فنيا إدير، أيقونة الفن الجزائري وصاحب السمعة العالمية. وهذا المصاب تفقد الجزائر هرما من أهراماتها رحمه الله، وأدخله فسيح جنانه وألهام ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. فناننا العالمي، أيقونة الفن الجزائري، صاحب رائعة أفافينوفا إدير، في هذا البورتري من توقيع كريم الأشمط. دراماتيك pour quelqu'un comme moi de ne pas venir chanter ne serait-ce que pour saluer une dernière fois le public qui m'a donné. تشاء الأقدار أن يرحل عنا عميد الأغنية القبائلية حميد شريط أو إدير في ليلة من ليالي الشهر الكريم كرم ما تغنت به حنجرته بين أحرف كلمات الحب السعادة والنقاء الصحة ومشاركة الحياة الاجتماعية. متجدر من أصوله الأمازيغية بمولده ذات 49 900 بقرية أيد لحسن بأعالي تيزي وزو، فكان المكان للمسيرة عنوان قصة عشق للفن. إذا عصيتها عن علمه الجيولوجي فراهن على العالمية صدارة ليفتك لقب سفير الأغنية الأمازيغية دون منازع. J'ai toujours aimé ce pays, si bien qu'après 40 ans d'immigration, je suis resté algérien. سنوات من الغرباء لم تزد الرجل إلا شوقا، فكان اللقاء حضنا يتراقص نبض القلب فيه مع نبض الوطنية. فلك من الجزائر سيدي سلاما. عليه رحمة الله. يقوم السيد اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اعتبارا من يوم غد الاثنين بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار. الزيارة تشكل سانحة للسيد اللواء للإشراف على تنفيذ تمرين تكتيكي بذخيرة الحية وتفقد القطاعات العملياتية وبعض الوحدات، وعقد اجتماعات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية. على غرار باقي دول العالم، تحتفي الجزائر التي أطلقت في الأشهر الأخيرة ورشات لإصلاح قطاع الاتصال، تحتفي الجزائر باليوم العالمي لحرية الصحافة بتوجه قائم على الاحترافية ومستند على قاعدتي الحرية والمسؤولية. وبالمناسبة وجه الوزير الأول عبد العزيز جراد تهانيه لكافة الصحفيين والصحفيات والعاملين بقطاع الإعلام، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم بكل مهنية. الوزير الأول أكد أن الحكومة واعية أن هذا اليوم يذكرنا بالتزامنا كحكومة بالمبادئ الأساسية لحرية التعبير، ويذكر أيضا المهنيين بأخلاقيات المهنة والمعوقات والمشاكل التي يعاني منها القطاع لطرحها. وهي مناسبة أيضا نتذكر من خلالها، يضيف الوزير الأول، لتذكر من رحلوا وهم ما زالوا في عز العطاء. بروح مسؤولية واحترافية عالية يواصل صحفيو وتقنيو المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري يواصلون في عز أزمة كورونا تنوير الرأي العام بالمعلومة الصحيحة. عن كثب وهبة مزوج. جرأة وشجاعة وشعور بالمسؤولية في نقل الصورة والمعلومة الصحيحة من بؤر تفشي كوفيد-19، الأطقم الصحفية للمؤسسة العمومية للتلفزيون كانت السباقة في نقل أولى الصور للمصابين حصريا من مصالح الإنعاش بمختلف مستشفيات الوطن. أول مرة دخلنا المستشفى فرانس فانون البليدة، يعني خلاص ولات عندنا هذيك الجرأة وهذيك الشجاعة أننا ندخل باقي المستشفيات سواء في العاصمة أو في البليدة. يعني يكفيك برك أنك تقومي بكما شتي بالإجراءات الاحترازية الوقائية، يعني من لباس وكذا، يعني وأخذ الاحتياطات، ويعني وتكلنا على ربي ولازم تواجدوا في الميدان. نعقم الماتريال تاعي وكي نخرجوا للتيران لازم كما نقولوها الواحد يزيد ياخذ احتياطاته منذ بداية الوباء.
يعني كنا في الميدان حضرنا، نقلنا الصوره والصوت من المستشفيات من يعني عده اماكن. ربما اليوم حتى اليوم كما ترون نحن موجودون هنا في هذا المقر لجمعيه ناس الخير التي من خلالها كذلك ننقل كيف يتكافل الشعب الجزائري مع كل الفئات فيما بينهم. الكل يساهم في مجاله من الميدان إلى قاعات التحرير دون أن ننسى رجال الخفاء. نرصد الخبر ننقله للمشاهد عبر قنواتنا التلفزيونية والويب أيضا بدقة وموضوعية. التزامنا بالمؤسسة العمومية، التزامنا بالعمل، وفاءنا لهذا العمل دفعنا مع كل الطواقم التي تشتغل في المؤسسة لنقل الصورة والمعلومة كاملة إلى المشاهد. هذه المجابهة والوقوف في وجه هذا الوباء سمحت لنا اننا نكون في الميدان، وكان لي تجربه بمستشفى القطار. اهيب بكل الصحفيين والتقنيين وعمال المؤسسه الذين سهروا على ايصال الخبر والمعلومات للمواطن وتحدوا كل الظروف بما فيها ظروف الحجر الصحي. احنا ملي بدا الكورونا هذايا وحنا واقفين ومجندين على جال الدوله تاعنا وعلى جال المرضى تاعنا. مهنه المتاعب مره اخرى تجد نفسها أمام تحديات جديدة تقتضي التجند ونقل المعلومة باحترافية تامة لضمان خدمة عمومية راقية. تحية عرفان لحامل الكاميرا وحامل القلم وحامل هموم المهنة. الصحافة الإلكترونية مكسب يبحث عن موطئ قدم في الساحة الإعلامية بالجزائر ويسعى إلى رفع التحديات. وهيبة هو. الصحافة الإلكترونية انتشارا واسعا خلال السنوات الأخيرة. هناك منافسة شديدة بين الصحف الورقية والمواقع، وهذا مهم جدا لأننا يجب أن نواكب العصر، وأيضا لأن المعلومة أو الخبر في المواقع الإلكترونية أسرع ويصل في وقته. نأمل جدا أن تكون في المستقبل تكون إجراءات على أرض الواقع من أجل الرقي بالإعلام الإلكتروني إلى مستقبل يعني مستقبل أحسن. الصحافة الرقمية في السنوات الأخيرة في الجزائر عرفت انتشارا واسعا خاصة بعد إدخال تقنية الجيل الرابع، يعني هذا ما عزز توسع القطاع خاصة في المجال الرقمي، يعني ظهرت حتى نقول العشرات من المواقع الإلكترونية بفعل هذه الخطوات. الإعلام الإلكتروني خطى خطوة كبيرة للأمام رغم غياب قانون يؤطر عمله. نصنع إعلاما يساهم في التهدئة النفسية للمجتمع وفي الدفع وفي السماح للمصالح الأخرى في الدولة لكي تقوم بعملها واجتياز الأزمات المختلفة. ما يطلب اليوم من السلطة أو من أجل دعم حرية التعبير أكثر هو تعجيل في إنشاء القانون الجرائد الإلكترونية في الجزائر. أولا لازم نخلق مقاييس في انتظار صدور قانون الإشهار. شو القوانين نستمدها من الواقع، وشو الواقع؟ هو الدستور، هو قانون الإعلام تاعنا، ننشره برك نطبقه. يبقى رهان الصحافة خاصة الصحافة الإلكترونية الالتزام بالاحترافية وأخلاقية المهنة. نبقي الحديث على الإعلام الرقمي ضمن رؤية جديدة تواكب التطور الحاصل في مجال الإعلام الرقمي. يمكن الموقع الإلكتروني للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري في حلته الجديدة يمكن المشاهد من متابعة برامج القنوات الست للتلفزيون بتقنية عالية، تقول وسيلة بوشار. موقع إلكتروني بحلة جديدة تنم عن إرادة القائمين على المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري على تقديم خدمة عمومية راقية. بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وحرية التعبير ارتأينا في التلفزيون الجزائري لإطلاق هذا الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة تماشيا مع المتغيرات الحاصلة في المجال الإعلامي، والذي نتمنى أن يكون هذا الموقع إضافة مميزة.
الموقع ارتقى إلى بوابة إلكترونية تجمع كل القنوات، حيث بإمكان المشاهد متابعة برامجها على المباشر. فريق عمل مختص في الإعلام الإلكتروني، الإنفوغرافيا والديزاين، وكذا إدارة شبكات التواصل الاجتماعي يسهر على مد الموقع بآخر الأخبار. في حلته الجديدة على إضافة بعض الأركان وتماشيا مع الكتابة الرقمية ومواكبة الأحداث دقيقة بدقيقة، سواء إضافة القسم الدولي إلى الويب وإضافة أركان أخرى التي ستكون في خدمة التلفزيون الجزائري وخدمة الإعلام بصفة عامة. استراتيجية جديدة للمشرفين على التلفزيون الجزائري تضع الكفاءات في الصدارة واحترام المشاهد على رأس الأولويات. تحية للزملاء. وفي مستجدات الوضع الصحي بالبلاد، عقد اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا دكتور جمال فوران ندوة صحفية استعرض فيها الحصيلة بالأرقام والمؤشرات. تم تسجيل 179 حالة جديدة و22 ولاية لم تسجل أي حالة، 13 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 5 حالات، و13 ولاية سجلت أكثر من 5 حالات. بهذا يصبح العدد الإجمالي 4474 حالة موزعة عبر 48 ولاية. البوليدة، تلمسان، باتنا، عنابة وورقلا سجلت أكبر عدد الحالات خلال 24 ساعة الماضية. الأشخاص البالغين من العمر ما بين 25 و 60 سنة يمثلون 56% من مجموع الحالات. فيما يخص الوفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 4 وفيات جديدة رحمهم الله، وبهذا يصبح العدد الإجمالي 463 وفاة. 65% من الوفيات تخص فئة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق. فيما يخص الحالات التي استفادت من العلاج، عددها 7373 وتشمل 2968 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري، و 4405 حالة محتملة حسب التحاليل الأشعة وسكانير. فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء، عددها 1936 منها 64 تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الماضية. فيما يخص الاستشفاء، 17 مريض متواجدون حاليا في العناية المركزة. ثمن اليوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإجراءات المتخذة من قبل إدارة السجون وإعادة الإدماج لمكافحة انتشار وباء كورونا داخل مؤسسات إعادة التربية، مفيدا في بيان له عقب زيارة ميدانية قام بها وفد عن المجلس إلى كل من مؤسستي إعادة التربية والتأهيل بولايتي البوليدة والمدية. أشاد بالعمل الدؤوب والمهني للأطقم الطبية الساهرة على سلامة وصحة السجناء، خاصة أثناء تفشي يقول وباء كوفيد 19. قرر قاضي جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل والرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة نور الدين بن راشدي التي كانت مقررة اليوم بالبوليدة، قرر تأجيلها إلى 31 ماي، وذلك بعد رفض المتهمين الاثنين إجراء المحاكمة عن بعد. في طرح مائة الموروث الثقافي، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازا من وضع حد لنشاط عصابة تنشط عبر عدة ولايات مختصة في بيع قطع أثرية وممتلكات ثقافية مصنفة. تكثيف عصر الاستعلامات والترصد لأفراد العصابة، تم توقيف مركبتين على متنها 7 أشخاص. بعد تفتيشهما تفتيشا دقيقا، اسفرت العملية على حجز 92 قطعة نقدية صفراء اللون مسكوكة تعود للعهد الويندالي بشمال إفريقيا القرن السادس ميلادي، 3 أواني فخارية صغيرة تعود إلى القرن الأول ميلادي، 2 نحاسيين مصباح زيتي من الفخار يعود للحقبة الرومانية، 3 أحجار صغيرة بيضاء اللون، جهاز الكشف عن المعادن، هواتف نقالة. تم توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. نهاية النشرة. قبل أن نفترق، تحية مجددة لكل زملاء المهنة، شكرا لكم والسلام عليكم.